عندي مشكلة كبيرة، أنا شغلي كله مع غير مسيحيين، وللأسف بقرب منهم جدا وعملت علاقة مع واحدة، وبحس بندم بعد كده، برجع أعمل الحاجة دي تاني وبقت عادي بالنسبة لي، بس أنا من جوايا عايزة أبطل، وما ينفعش أبعد عن الشغل وهي معايا في الشغل برضو مش هتبعد، فأعمل إيه؟ بس ما بتقوليش سيب الشغل. ما هو عارف الحل ايه عشان كده بيقول ما تقوليش تسيب الشغل. هو الحل تاني راديكال امبيوتيشن، انه لازم يقطع يسيب الشغل، الحياة بس. ينقل من الولايه، اهرب لحياتك. يعني هو اللي عامل الشغل ده ما عملش غيره، لازم يدور على شغلانه تانيه في ولايه تانيه، في بلد تانيه. لازم يهرب لحياته الابديه ولا الشغلانه اللي هو فيها اغراء الخطيه. تذكر يا حبيبي يوسف الصديق اختار ان يدخل السجن عشان ما يقعش في الخطيه. فيعني انا بقول لك خش انت مش السجن زي عايز يوسف الصديق، لكن بقول لك ابعد عن مكان الخطيه، اهرب لحياتك. فطبعا لو انا ما تقوليش سيب الشغل، انت ارادتك ضعيفه وبتقول انا ندمان، بس بس برجع رجعت اعمل وقعت اللي مره فيه. واثنين وثلاثه. ف وتاني طالما هي موجوده هو موجود، التمتيشن بتبقى زياده والضعف بيبقى زياده. فأتمنى إن هو يراجع قراره تاني ويدور على شغل، مش بس في نفس البلد، في ولاية تانية في مكان بعيد خالص، علشان ما حصلش تواصل بينهم تاني. انا اكتشفت ان ابني بيشوف افلام اباحيه ومش عارفه اعمل ايه، من صدمتي ما قدرتش اواجهه، واعمل ايه علشان امنعه من مشاهده الافلام دي؟ تاني فكرة إن لو في أفلام إباحية الواحد لازم يقطعها تماما يعني. بس هنا ده ابنه، فهي المفروض تواجهه بمحبة يعني، وتفهمه إن ده غلط، وتعرفه الخطورة بتاعت الأفلام الإباحية. يعني أولا هو شاب صغير، فدي ممكن تخليه يقع في عادات وخطايا شبابية. الحاجة التانية إنها بتلوث فكرة الزواج في ذهنه. الحاجة التالتة الإثارة بالنسبة له مش تبقى بالعلاقات الطبيعية، ودي ممكن تؤثر على لما يجي يتجوز، إن علشان يوصل للإثارة محتاج حاجات شاذة وغريبة كده عشان يوصل للإثارة. الحاجة الرابعة إن ده بيعمل إدمان، نوع من أنواع الإدمان. فالمواقع الإباحية دي مدمر للشباب، فتقعد معاه وتشرح له كل الحاجات دي يعني. وبعد كده لو هو اقتنع تقول انا عايز اساعدك. والنهارده في برامج ممكن تتحط على التليفون او تتحط على الكمبيوتر او تتحط على الايباد والحاجات دي. والبرامج دي بتقفل المواقع دي، واحيانا بتعمل نوتيفيكيشن، بتبعت رساله للاب او الام لو الولد راح المواقع الاباحيه دي. ممكن يكون الاستغناء عن التاني السمارت فون، وممكن الولد يجيب تليفون عادي مش سمارت فون، لغايه ما يحصل كومبليت ريكفري من المواقع الاباحيه دي. برضو الكمبيوتر او الايباد يتحط في حته بابليك في البيت يعني، الى اخره. فهي محتاجه مواجهه محبه بس بصراحه، ومحتاجه مساعده من الام انها من خلال البرامج دي اللي ممكن تتحط على زي ما قلت على الاجهزه، بحيث تعمل فلترنج لكل المواقع الاباحيه. وفي نفس الوقت ممكن بتدي نوتيفيكيشن للبيرنت لو حصل حاجه زي كده. واتمنى ان الولد يكون مستجيب يعني مع الاب والام في ان هو يتخلص من المواقع دي. طبعا التوبه والرجوع لربنا ومخافه ربنا، زي يوسف الشاب العفيف اللي قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ لله. دي نقطه بقى مهمه، علاقه الشاب ده بربنا ايه، وعلاقته بالصوم والصلاه والاجبيه والكتاب المقدس موجوده ولا لا. لاني لما اكون ماشي في مخافه ربنا الحاجات دي مش تغريب. بس هو اللي لازم تعمله هنا الام ان هي تواجهه بهدوء. طبعا عشان يبتدوا تواجهه بهدوء طبعا.